ده اللي مخوفني اكتر حاجه مخوفاني من وقفه الشارع، ان انا ممكن في اي يوم من الايام انا ما الاقيش شغل. هو اللي يحل المشكله دي، الرئيس اللي جاي يحل مشكله البياع. هنروح فين؟ انا راجل حاصل على معهد، مخلص المعهد من كام سنه؟ من 17 سنه، ما خدتش فرصه عمل، ما لقيتش واسطه من الاخر تشغلني، واقف في الشارع عند اربع عيال. ايام مبارك كنا بنتشال، بس كنا بنقف يعني، كنا بنتشال وبنرجع نروح ونيجي كده زي دلوقتي. بس اهم حاجه يبقى الناس شغلونا، يلموا ناس الغلابه، ما يفتروش، مش كل ضرب وشتيمه. دي البلديه بتاخد شغلنا وبتاع. كان مره في شم النسيم خدوا مننا بضاعه ب 2000 جنيه ولا ادوهم لنا، شتمونا وبهدلونا. ما لو اتشلت ادور على شغلانه تاني، اشتغل سباك، اشتغل اي حاجه، ابيع بلالين في الشارع، اسرح باي حاجه، مناديل عادي مفيش مشاكل، واخد دبلوم وقاعد مفيش مشاكل عادي. هتوظف فين؟ ما كان لو كنت اتوظفت كنت اتوظفت من زمان، لكن دلوقتي خلاص. خد يا كوكو، حضرتك انا معايا شارع وقانون دلوقتي وشغال بتاع شاي، نفسي البلد ينصلح حالها. انا مؤجر مكان بوفيه 3000 جنيه في الشهر، طب انا اكل عيالي منين؟ واشرب عيالي منين؟ اسرق؟ ما ينفعش اسرق. ابيع حشيش؟ ما ينفعش ابيع حشيش. بس بقى برنس عفوا ورايا. طيب تعالى تعالى اهو 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 تحبه. طيب اهو حاجه تاني اهو. بس روح بقى. احنا نفسي ان هو يعمل اللي هو بيقوله دوت، نفسنا نشتغل، نفسي ان هو يوفر شغل للشباب كلها بدل ما احنا موجودين هنا وكل يوم بتيجي بلديه تاخد حاجتنا. انا بخاف من بلديه تيجي تشيلني من هنا، ده مكان اكل عيشي. لو انا اتشلت من هنا هاكل ولادي ازاي؟ يعني انا واحد هاكل ولادي ازاي؟ انا عندي بنت اسمها جنى، هاكلها ازاي؟ عايز اقول حاجة واحدة بس، بحبك يا ريس، والله بحبك يا ريس. راجل صاحب العمارة عشان ما تتاخدش، بس حاج صاحب البيت.